ابوي هذا سيرنا، هذا سيرنا تونا ظاهرين من الامبيكي. فقلت لكم لنا غرض من عقب كم من مول هاي لك بناخذهن من الامبيكي وبنسير الفندق على اساس انه بنسيره، وان السوق هذاك مال اسيا تك اللي هو السوق الليلي، وما ادري وين بنسير كله ويخطف علينا الوقت. صلوحة سلام عليكم، واسمعك يوعان يوعان لو شبعان ما اسمعك. صلوح باي باي حبيبك. اي والله صلاح في بانكم خيبه تخيبك. صلاح صد ياي صلاح يا صلوح. شهاب تعال ياي وانا بسير هناك. يوعان ولا شبعان؟ لا ابو بو يوعان؟ لا شبعان لو يوعان؟ نعم يوعان؟ ما ادري الحين بنسير غدا. شو تريد غدا؟ صالونة. ها؟ صالونة شو؟ تعبان؟ لا وين تعبان؟ ما بتعبان؟ بعد كذاب؟ يا جبابة صلاح يوعان لو لا؟ أبو يوعان شوي ولا وايد؟ ميت بقوة. ها؟ بقوة ميت بقوة. علي حنروح فين؟ حسين. حسين؟ نعمل ايه؟ ناكل سوشي. سوشي في الحسين؟ احلى سوشي في الحسين. صراحة عيب لا تضرب حرام. السلام عليكم، صباح الخير، كيف حالكم وكيف انتم؟ بس اصبحنا اليوم طحنه ويا صلاح ويا المصري. يا ستحرش. يا صلاح. انت بكار، انت في الاخر كده هتطلع رئيس العصابة في اخر الفيلم او الضابط اللي مسلط علينا الهدوم. انت شريك جديد يا صلاح صح؟ يخرب بيت كده عيب، كل الهدوم القديمة بتاعتك تجيبها لي يا شهاب كلها شرط. يلا بينا نقوم نجيب. يلا تعال. مختار لا طار طار ده دماغك اللي طارت. تاني المفتاح التاني. لا شهاب هات الهدوم القديمه كلها بتاعت الله. يخرب بيت ايش كله دفاف. الله يخرب بيت. احسن صلاح حبيبي. اول المهم الشباشب الجزم الساعه عنده ساعه قديمه. هات يلا هات لك بعدين قديم طبعا كمان كله لا ما انا ما جبت السوا. ليه لا بس مال صلاح السوا. انا هاخدها انا. هو يا عم انا هاخدها. صلاح سير رحيله دندشات بنسي دند نشتري شنط ايه حق نحط فيه السامان. ايه بس كم وحده؟ مين بقى بيحكم السعوديه؟ الملك مين؟ عبد العزيز. اه شاطر. طب والعمان؟ عمان عمان مين اللي يحكمها؟ كويت. اللي بيحكم عمان قابوس. قابوس قابوس يحكم الكويت. ابو الكويت وين فلاح؟ ما فلاح صباح. صباح صباح حبيبي. خلاص مصر ابو حكم مع الاول منو؟ سجن في السجن بعد. حسني مبارك. مبارك اول من حاكم مصر الحينه. سيسي شايس طالع لي عاد منو؟ سيسي. سيسي يا رك الله يا صلاح. لعب ليه؟ انا خايف من صلاح ده في الاخر هيطلع رئيس العصابه، هيطلع هو الضابط اللي محطوط في السجن عشان يقبض علينا في اخر الرحله كلها. صلاح ضابط انت؟ صباح الخير. اخيرا بنروح له السوق الليلي، ما بنسير الحين لا شرق ولا غرب، على طول من الفندقنا سيد حق السوق الليلي. كل يوم نقول بنسير ونظهر شرق وغرب ونبطي على السوق، فلذاك اليوم قررنا ابوي نبطي في الفندق تظهر ظهرتنا مخله على طول نسير له. صلاح يلا ابوي. يلا شو تبي؟ هذا تاكل صح؟ يلا انت. انا عقب شوي اول بادي انت. ليش تباني بس اكل وحده صح؟ شو السبب؟ ليش؟ ليش؟ واحد. ليش؟ جيم. عشان رجيم. ايوه ان شاء الله. انت حلاده اللي بيه هالمنطقه اللي نحن جيناها مفروض انك تخلي التاكسي يترياك، تتفق وياه وتخليه يترياك، وايد ضروري الاحسن يعني.
هذا اسم المكان ها. هذا اسمه شوكلت بيل، منطقة اسمها شوكلت بيل. نحن كنا الله يسلمك نازلين لوبي، كنا بنتقى قهوة تحدي وبنيلس شويون، وعقب بنتوكل على الله بنسير ايسيا تكوين هالسوق الليلي. خبرتكم باري ترى من متى نحن نقول بنسير اليوم وباسل وباشر ما صرنا وخلاف والله، ونحن تريا زاد عندنا ساعتين ساعتين هاي لا ونحن والله ياسين انا يعني مقترح واحد من الشباب انا يعني من اهل الشارجه على الله يسلمه جزاه الله خير يعني ما قصر بارك الله فيه، قال عندي ابوي مكان، قال مكان ها برويكم الصور. قلت له بعيد لو قريب؟ قال هذا مكان وارباني الصور، ولان مكان يعني مذهل ما توقعت انه قريب. وقلنا بدل ما يضيع انها الساعتين علينا على الخالي ونحن متفزرين ابوي الا في اللوبي ما شيء الا نقرب المكان اللي يطري. والله ركبنا التكسوينا المكان في منتهى الروعة، ما تقول أنت في تايلاند، شيء غريب عجيب يعني. يعني مسوين المدينة كأنك قاعد في أحد الأرياف في أطراف سويسرا، كأنك في الريف السويسري يعني بالضبط، شيء جميل. وعبارة عن مجموعة فلل كبيرة، كل فلة كبر الشر، وبحيرات ومطاعم، وكل فلة عبارة عن مطعم معين. يعني شيء المكان يرزى انك تجي حد من الوادي والله يجلسون يتعشون ولا يتغدون ولا يعني كل ساعه على حسب رغبتك. عنوه يرزى العنوه ما بحسافه يعني، اللي بي ما بيتحسف. المكان غاوي جميل في منتهى الروعه، والطريق كله تقريبا حوالي 18 الى 20 كيلو يعني ياخذ 350 بات في الساعه الدريول. تاخذ تخلي تاخذ سيارة وتخليها عندك الساعة ب40 درهم، 40 درهم يعني شيء موافق يعني ساعة كاملة ب40 درهم يا بلاش. المكان يصلح ابوي مثلا حق ريال خيبة خيبت، يصلح حق ريال مثلا جاي ويا حرمته توهم عرسين شهر العسل يصلح يعني. مثلا في موقع هذا كامل مخليه ممنوع التدخين فيه هالمدينة هاي، مسوي لهم عزل شارات اللي مسوي حق المياردمين معزل، مسوي لابوي معزل وعازلين عليه صلاح يتهندق الحين. صلاح شو بلاك حبيبي؟ لا لا وين فرات وين فرات؟ ما شينا فرات يعني؟ لا المكان قمة وروعة وجميل ومتعوب عليه ونظيف بس وجميل، بس هذا الشخص عاد شوية معكر الجو على ولا غلطة في المكان ولا غلطة. كل هالعربوي مبسوطة ومستانسة، ما حد ابوي حاشي الثاني، ما حد ابواني وقراري يعني. يبال المكان مال 3 ساعات يعني ساعتين ساعتين ونص يسدنها الغري هاي. خطف علي ماشي بوجر بعد ما ادري شو صندقة عبارة صندقة يعني. هاي وين ايه هاي وين الفيزر داخل يصور لنا كل حد بيصير يجلس على هذا الكرسي يصور عنده. خوز علي خوز مخرب المكان شوي روحتي. ها صلاح سو هاي هاي هلو قول هلو بيت شو؟ بجيب لك الحلاقه ولا عيب حرام صلاح يلا. سوي لهم طاحونه ظني هالمدخل مال الطريق. اليوم عندهم اجازه عيد ميلاد الملكه، عيد ميلادها اليوم والدنيا كلها اجازه عندهم. هذا دوج ما ادري شو، ما عنده شو هذا السياره ظني دوج على اساس شيشه بترول
النبي صلي واللي ما يصلي يهدوها هدية. ترى في متحف أجمل بس السياحة. صلاح قول له هلو. هذا عاد الحين المنظر من فوق. ها ركبنا على الفنار اللي تو صورته. شوف الدنيا كلها من فوق. هاي المدينة كاملة. المنظر عاد من فوق الحين. حلو والله المدينة. لا ما لهوش. ادري ان عندك فلوس فضحتنا. ها؟ فلوس ما اول. ها كل عسب الكيك. نحن بوين يومنا اي مكان قبل الغداء نطلب كيكه قطعتين كيك ونتشارك فيها نحن الاربعه. الحين صلاح يباهن بنتين هن حق روحه. في الطياره شيء كيك. كيك. ما بلازم تاكل كيك اذا في الطياره. طيب. بتغدي دب. دب انا دب؟ شكرا. شكرا.